تنضم إلينا مشاهدينا من القدس الصحفية هبة مصالحة. مساء الخير هبة، نقف معك عند آخر التطورات الميدانية، إن كانت هناك ضربات من جانب حزب الله بداية. نعم ماريا، نتحدث عن تطورات ميدانية، ولكن دعيني أشير في ظل التطورات الميدانية ما تم الحديث عنه قبل قليل بوسائل الإعلام الإسرائيلية وتحديدا القناة 13 الإسرائيلية. على ما يبدو ماريا، الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالانت تعود لتطفو إلى السطح مرة أخرى. ما تحدثت عنه القناة 13 الإسرائيلية هي وثيقة سرية سربتها بأن يوآف جالانت بعث برسالة إلى بنيامين نتنياهو وزراء الكابينت قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران، ينتقد بها سياسة بنيامين نتنياهو ويقول إن الحرب تشن دون بوصلة. وهذا أيضا يأتي بالتزامن مع إعلانه اليوم في مراسم تأبين وذكرى لجنود القتلى في الحرب. خلال هذه المراسم كان يتواجد بنيامين نتنياهو أيضا كبار الضباط الأمنيين وأيضا من وزراء الكابينت الإسرائيلي. قال إن إسرائيل يجب أن تذهب إلى تسوية سياسية وصفقة لتبادل الأسرى، لأن جميع الأهداف لن تتم بالضغط العسكري وأيضا بالعمليات العسكرية، وأنها يجب أن تذهب إلى تسوية وأيضا صفقة. وصفها جالانت بأنها صعبة، ولكن الأهداف لن تتحقق إلا بالتنفيذ بعمليات وقرارات سياسية. لذلك بدأت الخلافات تظهر مرة أخرى إلى السطح، وكذلك الأمر رد بنيامين نتنياهو على يوآف جالانت بأن الحرب تم تحديد أهدافها في الكابينت الإسرائيلي، وأن الرسالة محيرة، وأن الأهداف الحرب تتوسع. هناك ضغط من قبل الجيش الإسرائيلي بخسائره وبالإعلان بشكل دائم عن خسائره على صعيد الجبهة الشمالية بالتحديد، يقول أن عملياته في جنوب لبنان هي عمليات محدودة يراد منها تدمير أرفاق حزب الله، بالإضافة إلى محاولة لإنشاء منطقة عازلة، ولكن هذه العمليات ستنتهي بالوقت القريب، في إشارة أيضا وتوصيل رسالة إلى المستوى السياسي على أن يكون هناك حراك سياسي ما لتسوية سياسية، لأن جميع الأهداف لن تتم جميعها بالضغط العسكري كما قال يوآف جالانت. على صعيد العمليات الميدانية نتحدث عن رشقات صاروخية وقذائف صاروخية، بالإضافة إلى سرب من المسيرات الانقضاضية. واحدة من هذه المسيرات انفجرت في مصنع عسكري بالقرب من مدينة عكا بالمنطقة الصناعية لهذه المدينة بالتحديد بالجليل الغربي، بالإضافة أيضا إلى سقوط صاروخ ببلدة عربية في الجليل الغربي. كذلك الأمر أدى إلى إصابة امرأة وصفت حالتها بالخطيرة، بالإضافة أيضا إلى الرشقات الصاروخية التي استهدفت مركز وأيضا تجمعات للجيش الإسرائيلي بما يسمى بإصبع الجليل بكريات شموني والمناطق المحاذية لها بمسقاف عام، بالإضافة أيضا إلى سماع صافرات الإنذار بمنطقة كل ذلك هبة، بالإضافة إلى عملية سوريا المحتل الدهس التي جرت اليوم. هبة، هل من تحديث في الإحصائيات، خاصة وأنه في البداية تم الحديث عن 6 قتلى ثم عن قتيل فقط؟ نعم، دعيني أحدث بهذه المسألة بالتحديد. ما زالت التحقيقات جارية إذا ما كانت هذه العملية هي على خلفية قومية أو إنها حادث سير. عائلة المنفذ العملية هي تقول بأنه يوجد لديه اضطرابات صحية، لذلك هناك تحقيقات جارية إذا ما كان، وتقول بأنه من الممكن أن يكون أصابته سكتة قلبية. نتحدث عن مفترق طرق هو عام قريب من مقر الاستخبارات ومقر، وهذا المفترق جليلوت والذي أيضا تم استهدافه أكثر من مرة بالمسيرات قادمة من جنوب لبنان. ولكن نتحدث عن هذه عملية الدهس أدت بنهاية المطاف إلى مقتل بحسب بيان مستشفى إخلوف في تل أبيب. نتحدث عن 5 إصابات إضافية وصفت حالتهم بالحرجة، ولكن الإسعاف الإسرائيلي يقول أن حالتهم مستقرة حتى الآن، بالإضافة إلى 37 إصابة متفاوتة. ولكن نتحدث عن محطة للبساط هي على المفترق عام، كان يتواجد بهذه المحطة
جنود للجيش الإسرائيلي كانوا يريدون التوجه إلى إما إلى هذه القاعدة أو الذهاب إلى مناطق أخرى. وصادف هذه الحادثة بباص أو بحافلة عمومية كانت تحمل أشخاص وأيضا تقوم بإنزال أشخاص، لذلك كان العدد كبير بالإصابات نتيجة أيضا وجود حافلة عمومية. توجه بشكل مباشر وزير الأمن القومي بن غفير وهو معروف بآرائه المتطرفة، وهو اتخذ القرار بأن يكون حاكما وقاضيا وأن يتخذ موقفا بأن هذه العملية على خلفية قومية، ولكن الشرطة وقائد الشرطة في مدينة تل أبيب قال إنه ينتظر نتائج التحقيقات، وهو طالب بن غفير بطرد العائلات منفذي العمليات داخل الخط الأخضر. شكرا لك من القدس الصحفية هبة مصالحة لكل هذه التفاصيل.